ظاهرة غامضة تنتشر بوضوح في كافة جنبات الدولة السورية، فتمثل خطراً بالغ الأثر على حياة أصحابها الذين ينشبون تلك المواقع الغامضة بحثاً عن مصدر رزق يسد جوع الصغار وسط الأجواء الصعبة. فما القصة؟ تجرأ السوريون أخيراً على هذه المواقع الغامضة فنشبوها عنوة بحثاً عن مصدر رزق يعينهم على مصاعب الحياة التي لا تأخذ بهم رحمة ولا تشفق على أحوالهم من تلك المصائر الصعبة الجمة. مسيرة حافلة وصراع منذ أكثر من عقد من الزمان فطق أذهان السوريين على الحصول على المال بكل الطرق الممكنة، حتى لو كان ذلك بنبش هذه الأماكن الممنوعة والتي لا تقبل البشر على سطحها. لكن ما باليد حيلة، فالحاجة أضحت ملحة والظروف ضاقت حتى استحكمت حلقاتها ولم يأتي الفرج بعد، فقرر أرباب البيوت الخروج إلى هناك للتمرد على ذلك الوضع القائم، وضع على ما يبدو أن نهايته ليست وشيكة. فخرجت العائلة بأكملها صغارها وكبارها إلى مواقع تتجمع فيها أكوام القمامة بحثاً عن المواد البلاستيكية من أجل توفيرها للمهتمين بإعادة تدويرها. ظاهرة أتت أكلها في شمال غرب سوريا، حيث أصبحت عائلات بالكامل تعيش على ما تخرجه من مكب النفايات، ممثلاً مصدر رزق لا بأس به يعينهم على نفقات الحياة الصعبة دون حلول جذرية. مشهد لا يليق بشعب صاحب حضارة عظيمة، لكن للأسف ضاقت به السبل كافة، فلم يعد أمامهم إلا البحث عن لقمة العيش في رحاب أكوام القمامة، وذلك دون تدخل من الحكومة السورية لحمايتهم من مصائر غامضة. رحلة محفوفة بالمخاطر يتعرض لها الصغار والكبار على حد السواء في هذه المواقع التي يتم نبشها والتي تحمل في طياتها أخطار بالغة ربما تتجسد في معدات صحية مستخدمة بشكل سابق. وبحسب تقارير صحفية فإن هناك الكثير من عصابات التشغيل التي تدفع بأهالي مناطق شمال غرب سوريا لنبش أكوام القمامة من أجل التجارة، فيما يتم استخراجه من بينها دون مراعاة لحالتهم. ووفقاً للدراسات التي تم إجراؤها في هذا الصدد، فإن النباشين من شمال غرب سوريا يحصلون على مقابل مادي مقبول من وراء نبشهم أكوام القمامة الكبرى في جنبات وأطراف البلدات، لكن يتكلف عناء بالغاً من وراء هذا العمل اليومي، إذ يعتبر العمل في نبش أكوام القمامة من أكثر الأعمال التي تمثل ضغطاً هائلاً من الناحية النفسية والجسدية على هؤلاء الذين اعتبروها مهنة لهم. ولعل المدهش في الأمر ما تحدث عنه نباش سوري من أنه يحاول أن يورث المهنة الجديدة عليها لأبنائه، رغم أن أكبرهم لم يتجاوز 10 من عمره بعد، مؤكداً أن التعليم أصبح لا يضاهي ما يجنيه من مال. وأنتم برأيكم، هل تمثل ظاهرة نبش أكوام القمامة في شمال غرب سوريا خطراً على مجتمع بشار الأسد؟